صباح الفل ميني. انا سايب الدنيا كلها واشرب سجاير في البلكونه. بص مين اللي جه على جنب. ايه يا جوجو يا احمد؟ ايه جاتشي ماتشي ومالا. طب اقعد بره عشان السجاير يا احمد. يا بابا بحب اقعد هنا. تحب تقعد هنا؟ تعمل ايه طيب؟ اربي حمامه. تربي الحمامه؟ ايه دي اوريهم دي ودي. شبشب بابا. شبشب بابا. لا لا مش مهم. بدا انا اكل عصايه. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. بابا حطه هنا. احطه هنا ايه؟ عايز تليفون قدامك؟ احطه هنا فوق احسن. وبعد كده اتصور احنا الاثنين اهو. لا لا هنا اهو كده حلو. لا هنا حلو. لا هنا كده حلو. لا هنا حلو اهو. هنا حلو. لا ما هيجيبنا كده. لا ما انا مش هعرف اسيبه هيقع. وديك تحط فين اهو. خلاص اوعى. اهو حلو كده. طب انت مش طالع كده. بص انت فين كده. فين بقى انت اهو اهو. لا انا هجيب. او ماي جاد. نم 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 نم. انت يا بابا وانت رقم ايه؟ ايه رقم ايه؟ رقم ايه؟ رقم 8. ادي مقصوره حمامه. دي حمامه. لما اجي حمامه ايه؟ حمامه ابيض. بقها ابيض. اه لا لا كلهم ابيض. كلهم ابيض؟ ايوه بابا. ده اسود كله. اسود؟ ده ابيض. ودي له ابيض؟ ايوه تحت ده. ايوه بابا بص حلوه دي. قول عليكم طبعا غلينا اللبن امبارح وسبناه في التلاجة. بص الوش يا سلام. ده انا جاشي القشطة بتاعته. لسه باخد رأي عنتر في بيض البط بيقول لك له طلع ما بيعتقش. ايه رأيك يا عنترة؟ تعالى يا عنتر تعالى. بط يعني؟ اه تعالى. محمد بيض بط. ماله بيض البط؟ تاكل؟ بيض بط، بيض الوز، بيض الفراخ. بيض ايه تاني؟ بيض حمام عندي؟ بيض حمام لا. المهم ان ايه؟ بيضه تتاكل لكن بيض الحمام ما يتاكلش. انت بتقول لي بيض البط يتاكل بقول لك اه يتاكل. ما يتاكلش ليه يعني؟ مش ده بيض وده بيض؟ خلاص يبقى يتاكل. بس انا عمري ما اكلته بصراحه. ماشي انا اكلته. في ناس بيقولوا يعني انا قريت في الكومنتات عندي. اه. بقول لك بيبقى زفر لو اتقلى. آه. اه في ناس بيقول لك حلو في الكيك. حلو في لما تسلقه. والله بيقولوا في السليق حلو. في السليق حلو ايوه. حط معاه مش عارف كمون وخل وحركات كده. اه بس في حاجه عندك. اوه ماي جاد. في حاجه عندك. اه البيض عايز تاكله صح اعمله بسمنه بلدي. عندي سمنه بلدي بس انا هسلقه. ان شاء الله يكون ايه حتى خلاص. لو عادي ولو عايز تسلقه برضه حط له سمنه بلدي. ونحرجه؟ وتحمره كده برضه هيبقى 100 100 يا معلم محمد. اه ده انت عايز تاكل بقى. ما يعني انت دلوقتي عمال تقول لي هنعمل لعنتر بيض ونظبط الدنيا كده ونجي لكم. ماشي يا عم. هنسلقه اهو. نقي شويه ميه من عشان تدفع حالك. تجيب لك بقى ايه؟ شويه حاجات العروسه وهي جايه ان شاء الله. يا رب. ماشي؟ ان شاء الله يعني. ودي حبة خل اهو. ماشي. ولا حبة ملح. حبة ملح يا حبة ملح. حط حط بس كده. لما البيض يتسلق انا قلت ايه؟ اعمل فول مع البيض كده و تمام التمام. مش هنكتر سمنه عشان عنتر. هنكتر لك يا عنتر. كتر السمنه يا عم. يعني حلو كده؟ اه لا زود شويه.
ايه ايه الهبابه دي؟ حط كدهم تاني. حلو كده؟ زين كده بس. حلو كده؟ آه بلدي اهي. كده حلو بلدي تمام. بلدي اهي. ايوه حط بقى شويه الفول. سمي بلدي. عشان يبقى كله بلدي. بلدي. اه. حط يا عم شويه يا عم. هات هبابه تاني. دلعك يا عم عشان مسافر البلد النهارده. ماشي. ما اشوفش وشك خالص في مصر. مش في العماره، في مصر يا حبيبي. وبمزاجك. هو انا يعني ايه جاي من افريقيا؟ هاجي في اي حته في مصر انا. يا عم روح. اه. استنى لما تسخن. يا عم روح، وطرطش عليها على نحط اول بيضه في ثاني بيضه. لازم حلاوتها في الطرطشه. هي تشتغل محلها اهي. بيض البط مع بيض الفراخ. خلاص. المهم انا هاكل بيض البط وانت كل بيض الفراخ. وانا ايه وانا لا انت ما بتحبوش. عايز اجرب. لا انت قلت لي انا ما باكلوش. قلت لك انا ما اكلتوش قبل كده بس هجربها. يعني حبك قلت لك نهدى لما في ثلاث بيضات هاخدهم مني تجرب نهدي؟ خمسه. طب ماشي فين الخمسه؟ فيهم ثلاثه بط ولا اربعه؟ هم خمسه بط. لا طيب والباقي فراخ. والباقي بط. فروج. فروج. اه اسمه فروج. تصدق بقى البيض بيلزق؟ خليه يلزق. احنا ما سخنتش. المفروض تسخن. راحت سخنة. سخنة والله. والله سخنة. ما سخنتش. والله سخنة. انا بقى هم تقول لي ما سخنتش ليه؟ ماشي ليه انت قلب بمعلقة حديد بدل ما تقلب بالبلاستيك دي؟ اللي في الكومنتات هم اللي هيردوا عليك انا مش هرد. ماشي. قول لهم. ليه انا عايز معلقة حديد. المعلقه الحديد. اه المعلقه الحديد اضمن شويه. اضمن ليه؟ اضمن. دي مع السخونه بتطرى بتبقى طريه. اهي ساحت اهي. بيض البط اللي بيلزق. حط له شويه ملح وهرسهم كده باي حاجه وخلاص. اهرس ايه؟ اهرس البيض. يا اخي هرسوك يا بني. يعني لازم يعني اقعد على كده. ما تهرسهم وخلاص وشويه ملح وبقه ويلا. عشان انا جعان. رايح يا عم رايح لك. يا عيني عليك يا شيف محمد طلعت الاخيره دي تفش. ها طبق كبير قوي. احلى فول ده ولا ايه؟ بس الطبق ماله. مش هيقف. يلا نروح ناكل بقى. اكلنا غدانا الفول والجبنه والبيض. هنجرب بيض البط ان شاء الله واقول لكم عامل ازاي. ان شاء الله يبقى حاجه زي الفل. شوفوا بابا على مهلك يلا شوفوا شو